في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية عبر قطاع الاختصاص، تمكنت قوات الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمنيات مستغانة من حجز أكثر من 5000 وحدة من الخمر من مختلف الأنواع. الكمية كانت محملة على متن شاحنة من نوع كيا مرقمة بترقيم ولاية الجزائر، قادمة من الجهة الغربية للولاية كما أفادت المعلومة الأمنية، حيث حاول سائقها الإفلات بتغيير مساره، إلا أن قوات الشرطة تفطنت للأمر وأوقفت الشاحنة في حدود الساعة 5 صباحا من يوم 24/9/2020، وعلى متنها 5616 وحدة من الخمر من مختلف الأنواع. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيحال المعني بالأمر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.